ادينا كل حاضر مع جميع الاخوان الحاضرين باش اللي عنده شي مشكل في التعمير والاستثمار غادي نصار شخصيا نعلموا على جهه ديال هاد المشاكل. غادي نبداوها في الصباح حتى 12، ما تجيوش كلكم الصباح هذاك، حاولوا كيفاش تشوفوا، ما تجيوش كلكم في دقه واحده، حاولوا تقدوا الامور باش نعالجوا جميع المشاكل ديال التعمير. اذا اللي بغى ياخذ الكلمه مرحبا به، راه كاين لي ميكرو بانادور راه كاينين، هذه نهزوا شويه من اليمين ومن اليسار.